اتفضلوا نبدأ. طيب عنصر المرأة، معلش يعني اتفضلوا. بشكر معني حضرتك على مؤتمر استمراره، وكنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لقانون المحليات متى يظهر إلى النور ومتى يتم إجراء الانتخابات المحلية؟ السؤال الثاني بالنسبة لحضرتك، أنا قرأت البرنامج الحكومة وتطرق إلى التعاون مع دول حوض النيل، ففي ظل التحدي اللي مصر بتواجهه في بين الاحتياجات بتاعتنا وبين الموارد المائية بتاعتنا، احنا عندنا موارد مائية 60 مليار متر مكعب، والاحتياجات بتاعتنا 114 مليار متر مكعب، فهل هناك خطة للتعامل مع أزمة قضية المياه مع دول حوض النيل؟ شكرا لحضرتك. اولا زي ما قلت لحضرتك، احنا تعهدنا ان شاء الله في برنامج الحكومة ان احنا نسرع بخروج قانون المحليات وحسم موضوع كيفية عمل انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وده هيبقى هنشتغل عليه على مدار الفترة القادمة بإذن الله. فده بأكد عليه ان احنا هيبقى شغالين على هذا الموضوع ان شاء الله في خلال الفترة القادمة بمجرد اقرار برنامج الحكومة ان شاء الله. بالنسبة لموضوع حوض النيل، ويمكن عايز اصحح لحضرتك الارقام، احنا 55.5 هي اللي هي بيجي لها حصة ثابتة بتاعت مياه نهر النيل، ولكن احنا عندنا مياه جوفية وعندنا عملية تدوير لمياه الصرف الزراعي اللي احنا بنعيد استغلالها، وايضا مشروعات التحلية اللي احنا بنتكلم عليها. فده بيخلي الحقيقة مواردنا يعني تتجاوز 85 مليار متر مكعب، ولكن زي ما حضرتك وبتفق معاك هناك تحدي في ان احتياجاتنا اكبر، وهذه الاحتياجات هتزيد اكتر كل ما هيزيد عدد السكان بصورة كبيرة الفترة الجاية. فالنقطة طبعا اللي احنا يهمنا جدا هو التعاون مع حوض النيل، علشان احنا كل اللي يهمنا، وده شيء مهم جدا، التعاون في تنفيذ مشروعات تحقق الفايدة لكل الدول. احنا مش ضد اي مشروع تنموي يحصل في اي دولة، دي ثوابت للدولة المصرية، ولكن بما لا يؤثر ولا يضر بحصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، ده الشيء الاهم. وبالتالي احنا هنكون حريصين، وبالفعل لدينا خطط واضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع دول حوض النيل، اكتر من دولة في دول حوض النيل، علشان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وايضا دعم هذه الدول في مشروعات اقتصادية بصفة عامة. فده توجهنا كدولة مصرية، هو الدخول في مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تحقق الفايدة للبلدين مع بعض في هذا الامر. وبالتالي احنا كدولة وعلنا ان ده جزء من ثوابت حماية الامن القومي المصري، هو الحفاظ على كل قطرة من حق مصر في مياه نهر النيل. فدي انا بأكد في هذا الشأن لحضرتك. شكرا لسيادتك. الحكومة استهلت اليوم بياناتها الاعلامية بانه سيادتك كلفت بسرعة اخراج الاستراتيجية الوطنية للصناعة. في الشهور القليلة الماضية كان في حديث كتير، كان عندنا استراتيجية وطنية للصناعة وكانت بتجمع كل المعوقات والتحديات وكل الاحتياجات، فهل هناك جديد تغير في التحديات او في احتياجاتنا؟ عشان هل في استراتيجية، اقصد انه هل في استراتيجية جديدة للصناعة، ام ان الاستراتيجية القادمة تم تحديثها؟ ما حقيقة الامر؟ شكرا. لا، هي نفس الاستراتيجية، واحنا الحقيقة هذه الاستراتيجية يعني تمت اعدادها من خلال خبراء، بالتعاون طبعا مع خبراء من مؤسسات دولية. احنا كل العملية ان انا اللي وجهت بيه وضعها حيز التنفيذ، يعني ده كان التوجيه النهاردة ان الاستراتيجية دي خلاص بقت موجودة، نقدر نقول المسودة النهائية بتاعتها خلاص تقريبا شبه انتهت. كان توجيهي للزملاء، وطبعا على رأسهم السيد الفريق مهندس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ان احنا نبدأ في وضع هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ في خلال الفترة القادمة. يعني انا حابة طبعا اشكر حضرتك على المؤتمر، لان كل مرة بيكون عندنا الفرصة اللي احنا نسأل ونوضح حقائق. فالحكومة طبعا عندها توضيح الحقائق والرد على الشائعات، ده محور هام من المحاور اللي بتعمل عليها الحكومة. ففي مصطلح مؤخرا اثار الجدل وعمل مشكلة كبيرة جدا، وهو مصطلح استغلال الاصول غير المستغلة. المصطلح ده ادى الفرصة لكثير من استخدامه من قبل البعض، ان هو يكون في شائعات بان المصطلح هدفه يعني بيع اصول حيويه وهامه في الدوله. فلو حضرتك توضح لنا الهدف من المصطلح، كمان خطه الدوله في استغلال الاصول غير المستغله، هل هي بتكون على القطاعات الانتاجيه ولا ليها هدف تاني او قطاع تاني؟ شكرا لحضرتك.
شكرا. واسمحي لي يمكن هنا انا حابب ان انا اشرح هذا الموضوع بصوره واضحه جدا. احنا اعلنا سياسه وثيقه ملكيه الدوله، واعلنا قبل كده على برنامج طروحات. احنا مش خارجين عن هذا الموضوع على الاطلاق. ما تم الاعلان عنه، الوثيقه اللي احنا يعني بقت معروفه لينا كلنا وشفناها وكلنا شغالين عليها، وايضا برنامج الطروحات اللي اعلناه هو ده اللي احنا شغالين عليه. انما فكره كلمه استغلال اصول الدوله الغير مستغله، معنى ايه؟ مش معنى ده ان انا ببيعها، ده اللي انا عايز اقوله. لما يكون عندي منشاه، ويمكن معالي وزير الكهرباء يعني كان سابقا هو مسؤول عن ملف قطاع الاعمال، والاقي ان عندي مصانع متوقفه او هناجر متوقفه وما فيهاش فيها شغل، لما اجي النهارده اعمل اتفاق شراكه مع قطاع خاص انه يعيد تشغيل هذه المصانع، ويبقى الدوله ما بتبيعهاش، وباكد على هذا الموضوع الدوله ما بتبيعهاش، لكن عندي اصل معطل وغير منتج ومش مستغل. طب انا بقول النهارده القطاع الخاص بيملك امكانيات افضل وكلنا. ويمكن النقطه دي يعني انا حابب اكد عليها. في اوقات تانية بنستمع الى، انا اسف هقول اللفظ، ان الدوله بتتغول، والدوله بتتغول على الاقتصاد، والدوله بتدخل في قطاعات وبتزاحم القطاع الخاص، بينما احنا النهارده بنقول العكس. بنقول بالعكس، احنا كدوله حريصين، عندنا اصول مش عارفين، مش مستغله بقى لها فتره ومتوقفه وما بتجيبش عائد للدوله. طب اعمل فيها ايه؟ انا مش ببيعها، لكن ان انا النهارده ادخل في شراكات مع القطاع الخاص نشغلها مع بعض، يبقى بيحقق الفايده الاهم. هذه الاصول اللي ما كانتش منتجه ومعطله تبدا تعاد اشتغلها، تبدا تخلق فرص عمل للمصريين، ويبدا يبقى في عائد للدوله منها. ده النقطة اللي أنا بأكد عليها لكل المصريين. كلمة استغلال الأصول الغير مستغلة مش معناها إن أنا ببيع، ولكن إن أنا أعرف استفيد من هذه الأصول اللي كانت، أنا أقول أهو كلمة كانت مهدرة فيما قبل، ولا تدر للدولة عائد، بل أحيانا بيبقى بدفع كمان تكلفة نتيجة لعدم تشغيلها، وبالتالي بحاول إن أنا أدرها وأشغلها بما يحقق كل الأهداف: خلق فرص عمل، أجيب عائد للدولة، أشغل قطاع خاص معايا هو بيدير أحسن، وتبقى في أرباح أفضل للدولة. فبالتالي كلمة الاستغلال مش معناها بيع، ده اللي أنا بأكد عليه لحضراتكم. ممكن تبدأ بحاجات بسيطة، ويمكن كنا اتكلمنا عليها في موضوع وثيقة سياسة الملكية. ممكن يبقى مجرد أدي عقد إيجار لفترة زمنية معينة، أدخل في موضوع شراكة مع القطاع الخاص بنسبة طبقا لقيمة هذه الأصول. فبالتالي ما بيبقاش الموضوع بيع، بالعكس تماما، بيبقى من خلال تعظيم هذه الاستفادة من هذه الأصول. ما ينفعش يبقى كدولة مصرية ممكن يكون عندي أصول بمئات المليارات وما بتدرش عائد للدولة. أعتقد ده كلنا متفقين عليه. النتيجة بقى أنها توقفت لظروف معينة وتراكم لحاجات كثيرة جدا على مدار عشرات السنين. لازم الحكومة النهاردة اللي موجودة مسؤوليتها إنها إزاي تعيد الاستفادة من هذه الأصول لصالح الدولة ولصالح المواطن المصري، لأن كل ما بجيب موارد إضافية كل ما أنا بضخ هذه الموارد في المشروعات الخدمية اللي محتاجها المواطن. دي نقطة مهمة جدا لازم كلنا نفهمها، ولكن ليس معناها على الإطلاق إن أنا ببيع هذه الأصول. طيب ناخد الناحية دي، تفضل. عوضر غنام اكسترا نيوز، شكرا لحضرتك يا فندم على استكمال هذا النقاش بيننا وبين حضرتك، وطبعا اكيد حضرتك بتتابع قد ايه هذا النقاش بيصل للشارع المصري بشكل ايجابي. عندي سؤالين، السؤال الاول خاص باجتماع بكره ان شاء الله مجلس النواب. اولا هل حضرتك هتتشرف بحضور ان شاء الله هذه الجلسه؟ ده يعني يكون شرف ليا ان انا ان شاء الله. هناك بعض التحفظ من بعض النواب على برنامج الحكومه في مساله خاصه بجدول زمني. لا يوجد جدول زمني محدد لبعض الإجراءات الخاصة بمشروع الحكومة الذي قدم إلى مجلس النواب. السؤال الآخر مرتبط أيضا بالشارع، ما شكل علاقتنا مع صندوق النقد الدولي؟ نحتاج توضيح أكثر. كان هناك اجتماع خاص بالقرض المصري ثم تم تأجيله بعد ذلك، وإحدى الشخصيات المسؤولة في الصندوق قالت أن هذا التأجيل ناتج عن بعض الإجراءات التي كانت مطلوبة من الحكومة ولا يوجد تفاصيل أكثر. عايزين نطمن على طبيعة هذه العلاقة مع صندوق النقد الدولي. شكرا فندم. طيب خليني، السؤال الأول كان الخاص بالبرنامج الحكومة. يعني أنا عايز أقول طبعا خلينا نتكلم، يعني
احنا في دولة من حق طبعا كل اعضاء مجلس النواب من حقهم اللي يوافق ويرفض برنامج الحكومة، وده شيء عادي جدا وصحي في اي دولة، ان لابد ان هنلاقي ان في ممكن من يتفق مع البرنامج ومن يختلف مع البرنامج. ويمكن اراجع حضراتكم ان يعني اتقلنا كده صراحة، هو انتوا ليه حطيتوا البرنامج 3 سنين بس؟ مش ده كانت احد النقاط اللي اثيرت؟ هو كان تركيزنا مرة اخرى على هذا الموضوع وانا شرحتها لحضراتكم. الدولة حاطة رؤية ل 2030، ولكن في ضوء حالة عدم اليقين، ولازم حضراتكم احنا كل يوم في مستجد يا جماعة كل يوم في مستجد على مستوى العالم، واي حاجة بتحصل في العالم بتأثر علينا. فالنهاردة يعني كان من المنطقي ان انا احط برنامج اكون قادر على تنفيذه، هي 3 سنين اللي تعتبر نصف الفترة الرئاسية الاولى. فبالعكس احنا حاطين البرنامج كله، ان اللي ما حطيناه جوه البرنامج احنا ملتزمين ان احنا ننفذه على مدار 3 سنين. اول سنة هي اللي موجودة في خطة الموازنة اللي احنا التزمنا بعملها اللي هي 24-25، بقية البرنامج كله بننفذه على مدار العامين اللي بعده. فبالتالي فكرة ان مفيش يعني تاريخ زمني لإنهاء هذه المشروعات، أنا بقول لحضراتكم اللي احنا حاطينه المفروض كله يبقى في خلال 3 سنين المدى اللي احنا أقرناهم للبرنامج بصورة مبدئية. فعشان بس نؤكد على هذا الأمر. الموضوع بتاع الصندوق احنا العلاقة جيدة جدا جدا جدا، أتم المراجعة. هو المفروض ان هو كان يتحدد اجتماع مجلس الإدارة، مجلس الإدارة كان متحدد يوم 10 وتم تأجيله إلى يوم 29. دي بتبقى إجراءات مع داخل الصندوق، مجلس الإدارة بيقر موضوع، ممكن بتبقى بعض الأمور الفنية تبقى لأجندة الاجتماع، ولكن إحنا كنا حريصين وما زلنا حريصين وفي تواصل كامل مع قيادة الصندوق. ويمكن يعني كان في مكالمة هاتفية مع السيدة مديرة الصندوق ما بيني وما بينها بصورة شخصية بعد تشكيل الحكومة وحلف اليمين، وهنئتني بتشكيل الحكومة وأكدت على استمرار دعم الصندوق لمصر في خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة، وإن الصندوق واقف مع مصر في إكمال البرنامج. فالأمور إن شاء الله مستقرة، والمجلس الإدارة للصندوق حدد بالفعل إن يوم 29 هيتم يعني موافقة أو يعني عرض موضوع الخاص بمصر إن شاء الله. تفضل. مساء الخير يا فندم هاني النحاس، قناة صدى البلد. يعني طبعا الحكومة مشكورة النهاردة لأنها التزمت بوعدها بخصوص إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء في مصر. أنا وأنا ماشي امبارح في شارع رمسيس تحديدا قدام صيدلية الإسعاف لقيت فيه طابور كبير جدا، أكتر من 100 واحد تقريبا، فتابعت وشفت فعرفت إن في أزمة أدوية. عرفت إن حضرتك كنت عامل اجتماع من 3 أيام هنا خاص بالأزمة، حضرتك كذلك تحدثت عن الأزمة التزاما زي ما حضراتكم وعدت بإنهاء تخفيف الأحمال في مصر. الناس كتير بتسأل متى تنتهي أزمة الدواء في مصر، هل دي مرتبطة بتوابع أزمة الدولار؟ الحمد لله الحكومة قدرت تنهي تلك الأزمة، ولا هناك واردات الأدوية لا زالت هناك موجودة في المواني، ولا بعض الشركات الأدوية توقفت عن الإنتاج؟ أعتقد المواطن المصري بيثق عندما تعد الحكومة فإنها بتوفي بتلك التعهدات. كذلك الناس محتاجة تعرف امتى بالضبط هتنتهي أزمة الأدوية، واحنا داخلين على مرحلة تانية من ارتفاع الأسعار، ولا هيكون في رينج معقول زي ما حضرتك تحدثت قبل كده في رينج 20-25%؟ شكرا فندم. طيب خليني تاني اقول اللي حصل وهشرح لحضراتكم المنظومة كانت عاملة ازاي. بتكلم هنا في منتهى الشفافية. احتياجات قطاع الصحة، الدواء والمستلزمات من العملة الصعبة بتبقى في حدود $250 مليون شهريا. دي احتياجاتنا بتاعت مصر، واحيانا ممكن تزيد في بعض الشهور طبقا لبعض يكون بعض الطلبيات او الشحنات، لكن المتوسط العام هو 250 مليون. في وقت الازمة وكان عندنا صعوبة شديدة في تدبير العملة، غصب عننا ما كناش قادرين ندبر العملة بهذه الكميات، وبالتالي كان بيحصل ما بنقدرش ان احنا نلبي هذه الارقام. طب هو ايه اللي كان بيحصل؟ عشان اضمن استقرار كامل وابقى مأمن الانتاج على مدى
دائم لازم يبقى عندنا احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود 7 أشهر. الأدوية دي، المواد الخام دي تبقى موجودة في المصانع وفي المخازن التابعة ليها اللي هي كعملية الإنتاج، وبعد كده في ما يطلق عليه المخازن المركزية، وبعديها في الصيدليات. بيبقى كل لازم كل مكان من دول عنده ستوك معين. طب إيه اللي حصل نتيجة لهذا الموضوع؟ تراجع الاحتياطي في فترة الأزمة، تراجع الاحتياطي. هذكر حضراتكم أنا قلت إيه الاجتماع اللي فات. إحنا كنا دايما ليه تراجع؟ لأن أنا كنت يعني عشان عيني على سعر الدواء كنت بدبر الدولار لمصانع الأدوية بالسعر الرسمي في الوقت اللي كان فيه سوق سودة والأرقام كانت أكبر من كده بكتير. لكن أنا كنت بحاول بقدر إمكان عشان ما يزيدش سعر الدواء أنا كدولة أدبر، بس ما كنتش قادر أدبر الكمية كلها، فكنت بضطر أدي جزء من هذا الرقم. نتيجة لكده تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للمصانع في خلال الفترة. طب من أول ما حلينا الأزمة ابتدى يحصل تاني عودة لعملية تدبير العملة، والموضوع ده ما بقاش فيه مشكلة. لكن المشكلة اللي بقت موجودة إيه؟ السعر. طب أنا كنت بدبر له وهو بيسعر على أساس سعر 30 جنيه، 31 جنيه. النهاردة الدولار رسمي هو ده السعر اللي موجود، وده السعر اللي موجود، وما بقاش في سوق سودا الحمد لله، في حدود 48. فكل الشركات قالت طب أنا الخسارة النهاردة وانتوا بتقولولنا عايزين نحافظ على الأسعار، هنقدر إزاي إن إحنا يعني نحافظ على هذا الموضوع؟ لأنه ده خسارة مباشرة للمصانع، وبالتالي لن نستطيع ان احنا ننتج الأدوية. فعشان كده كان هو ده النقاش والمفاوضات اللي مدارت على مدار الشهرين 3 اللي فاتوا مع مصنعي الأدوية في مصر، ان احنا ازاي نصل الى توافق معقول للأسعار، زيادات الأسعار اللي تضمن ان السعر ما يزيدش بصورة على المواطن، وفي نفس الوقت الشركات ما تخسرش. وده علشان نقدر هقول لحضراتكم بنعمله ازاي، ودي نقطة بيحصل نوع من التوازن. كل شركة بتنتج مجموعة أدوية اللي بنقول عليها أدوية رئيسية، أدوية بتخص صحة المواطن بجد، أدوية مزمنة، سكر، الضغط، بعض الأدوية للأورام، الكلام ده كله. لكن في نفس الوقت الشركات دي بتنتج بعض المنتجات الأخرى اللي بتتباع زي ما بيقولوا على الأرفف، يعني حاجات بتبقى كماليات، مكملات غذائية، حاجات تانية تخص التجميل. فبيبقى الاتفاق معهم بيحصل الديل ازاي؟ ان الادوية الرئيسية والحاكمة يبقى الزيادة فيها زيادة معقولة، وانكم تعوضوا جزء من الخسارة بتاعتكم في الحاجات التانية اللي هي مش المواطن يعني مش هيشتكي، انا اسف ان دي مش محتاجها كل يوم. هي دي بتبقى التوازن والتفاوض معاهم. والموضوع ده ما بيجيش في يوم وليلة، بيبقى الموضوع عايز وقت وقعدة، ونقعد نبص مع بعض الحسابات. وانا قعدت بنفسي مع اكتر من مرة مع اتحادات غرف الادوية والمجالس التصدير، ونقعد مش عايز اقول اللفظ نتخانق، ولكن نتناقش وازاي ان احنا نحاول نصل لهذا الموضوع. وده اللي عملناه الحمد لله مؤخرا، واللي انا قلته لحضراتكم ان احنا اقرينا ان مجموعة الادوية هم 3000 دواء يمثلوا 90% من حجم تداول السوق المصري. دول اللي احنا حطينا لهم الخطة معاهم. كان المفترض ان نبدأ الخطة بتاعتنا معاهم انها نتحرك فيهم تدريجيا على مدار من هنا لغاية اخر السنة. لكن النهاردة بالتوافق مع السيد نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الدواء، وجهت ان لازم نخلص الموضوع باسرع وقت ممكن، بحيث تنتهي ازمة الدواء ان شاء الله في خلال 3 شهور الجاية. تبدأ تعود الادوية الرئيسية لنفس معدلاتها بالكامل في خلال 3 أشهر دول. دول اهم شيء بالنسبة لي. وبالتالي في مجموعة هتبقى بعد أول شهر تنتهي الأزمة خالص، الشهر اللي بعده تنتهي الجزء اللي بعده، بحيث آخر 3 شهور يكون إن شاء الله تغلبنا على مشكلة الدواء. تفضل. حسن أبو خزيم روزا اليوسف، دولة رئيس مجلس الوزراء. يمكن بكرة إن شاء الله يعني هذه الحكومة ستنال ثقة البرلمان بعد أن أوصت طبعا اللجنة الخاصة في البرلمان بمنح هذه الثقة. يمكن هذه الثقة يعني بتضع يعني تحديات كبيرة أمام الحكومة المصرية ومسؤوليات كبيرة، وهي تحقيق الرضا الشعبي. ويمكن الرضا الشعبي بدأ زي ما أعلنت اليوم، وهو يعني وقف تخفيف الأحمال. إزاي يتم يعني الرضا الشعبي بالنسبة للأسعار؟
هل هناك مثلا الحكومة تطلب مثلا تغيير أو تعديل في القوانين لضبط الأسعار من مجلس النواب؟ شكرا فندم. طيب خليني أأكد لحضرتك حاجة. ضبط الأسعار مع كل الاحترام والتقدير عمره ما بيحقق من القوانين بس. الموضوع هو توازن سوق، توازن عرض وطلب. يوم ما بينقص العرض مهما كنت حاطط من قوانين وبقى الطلب اكتر هتبدا الاسعار يحصل لها ايه؟ تزيد. هي اليات سوق ده موجوده في العالم كله. الدوله ممكن بتتدخل انها بتبدا تشتري احيانا على حسابها بعض هذه السلع وتتدخل عشان تضخها في السوق، لكن طول ما هيبقى مفيش توازن ما بين العرض والطلب ممكن نكون معرضين لهذه الازمه في عمليه زياده الاسعار. اللي احنا عملناه الحمد لله من شهر مارس من ساعة ما تجاوزنا الأزمة في هذا الموضوع ان بقى في توازن كامل في هذا الموضوع. وان امبارح لما كنت قاعد مع اللجنة رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة الصناعات الغذائية كان بيؤكد احنا ما عندناش اي مشكلة خالص في المواد الخام ومستلزمات الانتاج، الحاجة كلها موجودة. ويمكن كانوا بيكلموا ان الحمد لله دلوقتي بقى في وفرة. الوفرة دي بتؤدي الى ايه؟ ان تبدا الشركات عشان تسوق منتجاتها تبدا تتنافس، فتبدا تعمل بعض العروض اللي هي من شانها انها تخفض بها الاسعار. وده اللي احنا شاهدناه في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله وده اللي اكدنا عليه معاهم ان لازم تستمر هذه النوعيه من المبادرات في خلال الفتره الجايه. انا بحط لنفسي مستهدف معاهم ان لازم نضمن ثبات الاسعار في خلال الفتره القادمه، لان ده اهم شيء بالنسبه للمواطن، ثبات الأسعار. وبعضها بياخد اتجاهات نزولية، وبالفعل شفناها هتظل انه عندنا بعض الحاجات بتبقى موسمية ملهاش دعوة خالص بالأزمة. حضراتكم عارفين فرق عروات بتحصل احيانا في الطماطم، في البطاطس، في بعض الحاجات، وبتبقى لبضعة ايام وبنرجع ان احنا نتجاوزها. احيانا موجة الحر بتؤدي الى في موضوع الدواجن يحصل مشكلة، برضو بنبدأ نتدخل كدولة علشان نرجع تاني التوازن للسوق. اهم شيء واهم شيء وباكد عليه وفره الانتاج، وده اللي الحمد لله موجودين النهارده وشغالين عليه ومصرين عليه في خلال الفتره القادمه. شكرا فندم. الدوله بتضع التنميه الصناعيه والتشجيع للاستثمار على راس اولوياتها. كنت عايز اسال حضرتك عن موقف المحافظات من ذلك حتى لا تحدث فجوه استثماريه او تنمويه بين المحافظات. فيا ترى هل المحافظات هيكون نصيبها ايه في الاستراتيجيه الصناعيه اللي بتعدها الحكومه؟ كل محافظه يعني احنا وضعين لها خطط، وده كان الحقيقه الكلام مع المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه، ان كل محافظه يبقى بنستهدف الاستفاده من المقومات والمزايا النسبيه اللي موجوده في كل المحافظات. في محافظات ليها خصوصيه في بعض الانشطه والصناعات، ازاي تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات، وازاي ان احنا نعظم ونوسع من الانتاجية بتاعت هذه الصناعات. على سبيل المثال مثلا لما بنتكلم دمياط موضوع الاثاث، موضوع هناك صناعات غذائية مرتبطة بمحافظات الدلتا، محافظات الصعيد في بعض الانشطة، كل ده النهاردة في ضمن الخطة اللي موجودة. ازاي نترجم هذا الموضوع لخطة تنفيذية بمشروعات، والقطاع الخاص يدخل معانا مرة اخرى، ده اللي انا بأكد عليه. بصوا يا جماعة، احنا النهاردة وده كان كلامي الحقيقة مع مجلس الوزراء، على مدار فترات طويلة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر كان بيبقى في حدود 10 إلى 12 مليار دولار سنويا، بخلاف السنة دي نقدر نقول عليها سنة استثنائية بوجود صفقة راس الحكمة، طبعا هتخلي الارقام ارقام غير مسبوقة. لكن اذا كنا عايزين نحقق مستهدف ان انا كدولة انمو 6-7% سنويا بصورة متواصلة، لكن لازم رقم الاستثمارات الاجنبية المباشرة يتضاعف على الاقل مرتين اذا ما كانش اكتر. يعني لازم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بتاعتنا تتجاوز 20-22 مليار في السنة. طب عشان اقدر اعمل الكلام ده وتركيزي كله انها تبقى في ايه؟ في الصناعة. يبقى لازم زي ما كنت بقولها في الاول واللي انا كلمته عليه، المستثمر النهاردة بيقول انتوا عندكم قوانين جيدة جدا، عندكم حوافز مش موجودة في دول اخرى،
لكن أنا عايز أبقى عارف في وضوح كامل للسياسة المالية والضريبية وموضوع الرسوم، وده اللي أنا قلت عليه للمجلس النهاردة. هيبقى شغلنا الشاغل في خلال أول شهر إزاي نطلع بوضوح شديد في هذا الملف ونعلنه علشان نشجع الاستثمار الأجنبي المباشر. مصر سوق كبيرة قوي والناس كلها عارفة هذا الكلام وعندها فرص كبيرة للنجاح، لكن كل اللي يهم المستثمر الاطمئنان على سياسة الدولة لمدى بعيد. هو بيقولك أنا داخل مش داخل أقعد سنتين ثلاثة وأخرج، أنا هدخل بمشروعات صناعية بالذات يبقى هقعد على الأقل 20-25 سنة، فلازم تضمن لي كدولة استقرار للأوضاع وإن أنا أتأكد إن أرباحي اللي أنا بنيت عليها دراساتي هتتحقق. اتفضلي يا حضرتك اللي ورا. أسماء زايد، جريدة الوطن. استكمالا لكلام حضرتك عن الاستثمار، كنت عايزة أعرف إيه الإجراءات اللي عملتها الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. طيب احنا عملنا حاجات كتير قوي يا جماعه على مدار الفتره السابقه واعلناها، عدلنا قانون الاستثمار، زودنا الحوافز، عملنا قوانين خاصه لموضوع صناعات زي صناعه الهيدروجين الاخضر، السيارات، وانشانا لها مجالس النهارده بقت معنيه بالاصراع بهذا الموضوع. انما اتكلمنا يمكن في المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه، والنهارده ايضا كنا بنتكلم لأن هنبدأ نعقد برضو الأسابيع القادمة المجموعة الوزارية الخاصة بالسياحة وريادة الأعمال وكل المجموعات الوزارية اللي احنا أعلننا عليها، والنهاردة طبعا المجموعة الوزارية للتنمية للمجموعة الوزارية الاقتصادية. أهم شيء إزاي إن احنا على الأرض نيسر ونبسط الإجراءات بصورة كبيرة جدا بما يخلي مصر فعلا جاذبة للاستثمار، ده أهم شيء. موضوع الأراضي، الأراضي متاحة والحمد لله، والتجارب اللي احنا، وده جزء برضو ردا على الجزء اللي قالته الأستاذة هند، ان انا الأراضي ده جزء من الأصول بتاعت الدولة، ازاي اعظم من الاستفادة من الأراضي بتاعت الدولة، ازاي ادخل بيها شراكات، ازاي ان انا اقدر اجيب بيها اعلى عائد للدولة المصرية واضمن انه يبقى عائد مستدام. يعني احنا لما اتكلمنا زي على سبيل المثال في صفقة راس الحكمة، مش فقط المبلغ اللي خدناه، ولكن احنا قلنا ان احنا كمان لينا نسبة من أرباح المشروع تستمر على مدى طويل. هي دي الفكرة، إن إحنا إزاي نعظم من الاستفادة من الأصول. لكن الأهم زي ما قلت لحضرتك يبقى في وضوح شديد، هو المستثمر بيقول كده، أنا عايز وضوح شديد أبقى عارف الإجراءات بتاعت الدولة، ما أفاجأش إن في جهة جديدة فرضت رسوم جديدة عليا وأفاجأ إن في بقت فلوس لازم أدفعها، أصل موافقات معينة بتتأخر، أصل في حاجة بتحصل، المرافق هل موجودة ولا لا. لازم يبقى الكلام بمنتهى الوضوح ظاهر، وعشان كده كنا بنتكلم ان مفيش اراضي بعد كده غير لازم تكون مرفقة وفي واضح ان الاراضي دي كلها عشان المستثمر يقدر يدخل ويشتغل عليها. احنا طلعنا قرارات بتسعير واضح لكل الاراضي الصناعية في الدولة، لكن اللي انا برضو لمسته لان انا لازم نقول نعترف، كان بيقولوا انتوا حددتوا اسعار للاراضي، ولكن ما زالت لما اجي اعمل الاجراءات بافاجئ برسوم بتطلع لي مش واضحه ما كنتش عارفها. فعشان كده كنت قلنا الخطوه دي لازم نشتغل على هذا الملف تبقى الامور واضحه عشان يبقى المستثمر المحلي قبل الاجنبي عارف راسه من رجليه. وهقول لحضرتك المستثمر الاجنبي مش هيجي، يمكن كنت بقولها النهاردة للسادة الوزراء، المستثمر الأجنبي عشان يدخل أي دولة بيعمل إيه؟ بيسأل الأول المستثمرين المحليين، هو الوضع جوه بلدكو إيه؟ الدنيا ماشية كويس؟ هل في مشاكل؟ لو قالوا لا ده في مشاكل وفي معوقات مش هيجي. فأنا اللي يهمني الأول رضاء المستثمر المحلي ويبقى عندي ثقة أو هو عنده ثقة في الحكومة، وإن الحكومة النهاردة بتحسن من أدائها في كل الملفات اللي هو كان بيشتكي منها، لأن هو نفسه هيبقى بعد كده يعني مروج للاستثمار الخارجي ويشجع المستثمرين الأجانب ان هم ييجوا. ناخد اخر سؤالين علشان يعني اتطلق بعد اذنكم على المجموعة الاقتصادية بس. مساء الخير، عم محمد القاهرة 24. سؤال بيخص الوفرة الدولارية، احنا شفنا وفرة دولارية الفترة الاخيرة نظرا لطبيعة الاستثمار اللي حصل خلال الخطوات الاخيرة والشهور الاخيرة. المواطن بيتسائل، الدولة دائما وابدا الفترة الاخيرة او ما قبلها بتسعى او مش بتسعى، يبقى في اوقات بتاخد قروض من الخارج. فالمواطن بيسال سؤالين، السؤال الاولاني هو القروض انا باخدها دي بدفع بيها ديون سابقه في فوائد ديون اخرى ام، وامتى المواطن هيحس او يسمع من الحكومه ان مصر بلا ديون؟ مصر ايه؟ بلا ديون. طيب خليني بس اتكلم بس كلمه
مش مصر بلا ديون، دولة بلا ديون ما مش موجودة يعني. بس خلينا نتكلم، أعتى الاقتصاديات وأغناها بيبقى فيه دين، ده شيء عادي جدا يعني. حضراتكم أعظم اقتصاد في العالم أمريكا، حضراتكم تقدروا تعرفوا الدين الخارجي، الدين بتاع أمريكا قد إيه يعني، احنا بنتكلم في تريليونات. إنما أنا مش بتكلم على دولة بعينها، كل الدول بتبقى بتدير اقتصادها. أهم شيء في هذا الموضوع إن الدولة تكون عندها الرؤية دائما على السيطرة على الدين ووضعه في المعدلات الطبيعية بتاعته. وإحنا كنا موجودين في هذه المساحة اللي بنسميها الكمفورت زون زي ما بيقولوا، قبل الأزمات الاقتصادية اللي حصلت، الصدمات الخارجية اللي بدأت من أول كورونا، كنا واصلين لهذه المرحلة. وأنا بأكد لكم لولا هذه الأزمات كان الاقتصاد المصري فيما يخص الدين تحديدا كنا بقينا في معدلات لم تشهدها الدولة المصرية، لأن كان مسارنا واضح وكانت خطواتنا ماشية فيها. قدر الله وما شاء فعل، حجم متعاقب من صدمات لم يشهد العالم مثلها وما زالت. يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، النهاردة واحد من السيناريوهات اللي احنا بندرسها لهذا العام، ماذا لو استمرت الأزمة اللي موجودة في المنطقة واستمر تداعياتها على قناة السويس وإيرادات قناة السويس؟ إيرادات قناة السويس موجودة النهاردة في الموازنة في رقم معين. طب لو فضلت الأزمة موجودة وليها تداعيات، الكلام ده هنعرف نستوعبه إزاي عشان ما يأثرش ويزيد من عجز الموازنة؟ إحنا في سيناريوهات بنتعامل معاها بوضوح شديد، الحاجات الداخلية إحنا قادرين عليها، لكن النهاردة مشكلتنا النهاردة هي الصدمات الخارجية اللي بتتعاقب علينا كل يوم بشكل، وممكن إنها تمثل تحدي للدولة زي ما بتمثل لكل الدول الأخرى. عشان كده ده اللي أنا بأكد لحضرتك عليه، موضوع الدين همنا الوحيد إزاي ننزل، وده حاطينه في برنامج الحكومة، إزاي في خلال الثلاث سنين دول أنزل بالدين المحلي أو الدين الإجمالي للدولة. وكلمة دين إجمالي يبقى دين خارجي ودين محلي، إزاي أنزل وعود تدريجيا للمعدلات الآمنة اللي موجودة في أي دولة. ودي الشيء المهم جدا اللي احنا كلنا هيبقى تركيزنا عليه في خلال الفترة الجاية. أخد آخر سؤال. مصطفى يسري، جريدة الفجر. برنامج الحكومة كان فيه العديد من الملفات والمشاريع اللي الحكومة بتسعى لتنفيذها، لكن كان هناك لغط حوالين البرنامج، حوالين أن الحكومة بتسعى لإنشاء 1000 كوبري خلال 3 سنوات المقبلة. فالناس كانت شايفة ليه الحكومة يعني تعمل مشاريع تانية، ليه الإصرار على إنشاء الطرق مرة أخرى؟ تاني بقى هنتكلم مرة أخرى. حضرتك لو شفت أي عضو مجلس نواب، أنا بتكلم هنا يعني، لما تيجي نشوف الطلبات اللي بيطلبوها من الحكومة، بيقولوا حلي لي مشكلة الصرف الصحي، حللي مشكلة المية، ملناش دعوة بأزمة الكهرباء لأنها دي أزمة عامة، لكن أي مطلب شعبي حللي مشكلة لو في عندي عجز في موضوع الصرف الصحي في القرى تحديدا، لو في نقص في مية نتيجة لامتدادات بعض المناطق، والمطلب الثالث اللي بنفس القوة انشئ لي مجموعة كباري عشان أحل بيها الأزمات اللي موجودة الخانقة اللي موجودة في المدن والقرى المصرية. وتاني هأكد لحضرتك، أنا عايز حضراتكم كلكم كده تغمضوا عينكم وتتخيلوا شكل القاهرة لما كناش عملنا المحاور الطرق اللي حضراتكم النهاردة بتتحركوا فيها بسهولة ويسر، وحجم الكباري اللي اتعمل، كان شكل القاهرة هيبقى ازاي؟ هقول لحضراتكم كان هيبقى شكلها ازاي. وده مش أنا اللي قلته، هفكر حضراتكم. البنك الدولي وأنا رئيس تخطيط عمراني قبل الثورة جاب لي بدراسة، قال لي البنك الدولي والجايكا قالوا بحلول عام 2020-2022 القاهرة ستتحول إلى جراج كبير، ولن تتجاوز سرعة السيارات 7-8 كيلو في الساعة، ونتيجة لذلك ستصل خسائر مصر من حرق الوقود واستهلاك العربيات إلى ما يتجاوز الـ 15 مليار دولار سنوياً. فأنا بس بدي لحضراتكم الأرقام. طب هو احنا كدولة كنا هنقدر نتحمل هذا الموضوع؟ كان حضراتكم تتخيلوا عشان تنتقلوا من مكان لمكان، وده أعتقد كان موجود قبل ما تتعمل هذه الشبكة، كان اللي عايز يروح من 6 أكتوبر للتجمع بيعمل حسابه أنه يعني هيروح 3 ساعات رايح
ويرجع 3 ساعات. النهاردة الحمد لله الموضوع ده بقى أقل من ساعة. الكلام ده إذا كنا حضراتكم معلش يعني بنقول إحنا ليه بنتوسع في هذه المشروعات، الكلام ده ليه تكلفة، لأن كان هيبقى معدلات حرق الوقود وبنزين العربيات أضعاف أضعاف اللي إحنا موجود النهاردة، وبالتالي كان لازم أدبر عملة أكتر من الرقم اللي كان موجود. ده غير ضياع وقت المصريين وإصابتهم بأمراض، ده غير التلوث البيئي الرهيب اللي كان هيبقى موجود. فكل ده لازم ناخد بالنا منه. الدولة في احتياج شديد لبناء بنية أساسية ليها، وبالتالي ودي مطالب مواطنين. يعني أنا بقولها لحضراتكم يعني بصفة عامة، بيطلع هذا الكلام ويتقال ليه الدولة بتعمل، وبتشوف طلبات، وده طبيعي، طلبات العضو بتاع مجلس النواب لأنه بيعبر عن المطلب الشعبي اللي موجود عنده في الدائرة. بيتقال أنا محتاج خلصوا لنا الكباري دي، اعملوا لنا ده، اعملوا لنا ده، اعملوا لنا ده. النهاردة لما كان حد لحضراتكم بعض الأمثلة، لما بتغرق معدية أو عربية بتقع من فوق معدية وبيموت فيها أبناء مصر، وبيتقال أصل كان لازم يتعمل كوبري هنا علشان العربيات بدل ما تتعمل للمعديات يعني كنا حلينا الأزمة. مصر دولة كبيرة، احنا 110 مليون مواطن غير ضيوفنا، ومحتاجة كتير عشان نبقى بجد بجد نقدر نقول احنا مطمئنين ان بقى عندنا شبكة آمنة من الطرق مفيش فيها حوادث لا قدر الله، نحس احنا بالتقصير نتيجة لان احنا تأخرنا في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات. فهو ده احتياجات دولة، احتياجات دولة نمت بصورة كبيرة جدا. احنا كنا بنتكلم عشان اختم لحضراتكم امبارح في المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للسكان يعني كان بنعرض الاحصائيات الزيادة اللي حصلت في مصر على مدار العشرين سنة اللي فاتت. يعني احنا جينا في فترة معينة، احنا الحمد لله دلوقتي المعدلات نزلت بطريقة جيدة جدا الحمد لله في زيادة سكانية، ولكن ما زال قدامنا شوط طويل في هذا الامر. لكن احنا جينا كنا بنزيد 2.5 مليون نسمة في السنة الواحدة. فاحنا في فترة ما في 10 سنين مصر زادت 25 مليون مواطن. 25 مليون مواطن دول محتاجين كل أنواع الخدمات بما فيهم شبكات الطرق اللي يتحركوا عليها. أنا بس بدي لحضراتكم حجم التحدي اللي بيواجه هذه الدولة، وأي حكومة هتبقى موجودة أيا كان مفروض همها رضا المواطن. وبالتالي لما المواطن يقول لي أنا محتاج هنا شبكة طرق، أنا عايز هنا تحسن لي المية، عايزك تحسن لي الصرف الصحي، عايزك تحسن لي شبكة الاتصالات، إذا ربنا مقدرنا أن احنا نعمل هذا الكلام لازم نعمله، لأن هو ده دور الحكومة. فإذا كان يعني في وقت ما اتهمت الدولة المصرية بالتقاعس عن تنفيذ البنية التحتية اللي كان المواطن بيتمنى ويحلم بيها، فيعني النهاردة مش غلط أن احنا نحاول نلبي هذه الاحتياجات الأساسية اللي المواطن كان بيحلم بيها. مشروع الإسكان، أنا بس معلش أنا آسف أنا بتكلم من قلبي، حركم ارجعوا لأفلام السبعينات والثمانينات، وكان في أفلام كلها بتتكلم على إيه؟ ما حدش كان يحلم يلاقي أوضة، مش إن هو يلاقي شقة تبقى في حدود إمكانياته. الحمد لله الأزمة دي أعتقد النهاردة طوارت وما بقاش الكلام عليها بصورة، بقت النهاردة الأوحدات السكنية بقت موجودة. ما هو ده كان حل مشكلة كبيرة جدا كانت خانقة، كانت بتخلي أي شاب مصري مقبل على جواز، وكنا بنشوف أفلام إن يعني حالات كانت بتبقى ارتباط بتتفك بالكامل وبتضيع بسبب إن مش قادرين إن هم يجيبوا الشقق. كل ده أنا بقوله لحضراتكم، الدولة المصرية في احتياج شديد لاستمرار في تنفيذ حاجات بتخص حياة المواطن، وبالتالي يعني كل هذه النوعية من المشروعات هي مشروعات الدولة المصرية محتاجاها، المواطن المصري محتاجها، وبإذن الله يوم ما هنبقى نصل إلى المرحلة اللي احنا نبقى قادرين ان احنا نقول احنا اكتفينا وحلينا مشاكل اللي بقى لها 50 و60 سنة، اكيد مش هبقى عندي النهاردة اي احتياج لانشاء اي مشروعات بنية أساسية اخرى. انا بشكر حضراتكم ولقائنا ان شاء الله الاسبوع القادم بإذن الله.